حديثي عن المسيح رجاء الأمم. ومثل ما ذكرت اليوم أحبائي، الناس عم بتمر في ظروف صعبة جدا وقاهرة، وأصعب شيء إنه الإنسان يعيش بدون أمل، الإنسان يعيش بدون رجاء، عايش لمستقبل مجهول، وعايش مش مدرك الأبدية وين رايح، يعني يكون في الأبدية. واليوم في تراجع كبير من ناحية الإيمان، واليوم في تساؤلات كثيرة، الناس بتسأل هل من رجاء؟ هل من مستقبل؟ هل عالمنا راح يتغير؟ هل شيء راح يصير أو راح يحدث في أيامنا هذا؟ يوجد رجاء. أنا بدعوكم أحبائي إنه تستمروا تشاهدوا هذه الحلقة معنا حتى نكتشف هذا الرجاء اللي هو من خلال يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.